السلام عليكم، كيدايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم اخوتي اخواتاتي صراحه جيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي انا مبرزط ليا مخي وما مرتاحش وما عرفتش، يعني جيت هكا نشاركوا معكم باش واش كاين الناس اللي بحال هكا ولا غير انا. والله اخواتاتي ما عرفتش يعني كيفاش هذا الامر، يعني كتقولي ما عليك ما بيك حتى كتدخلي في كيفاش غادي نقول لكم، واحد انك كتكوني هكايا مغلوقه على نفسك، او ما غاديش نقول اكتئاب، ماشي باكتئاب، يمكن باقا ما شخصش هاد الحاله بالضبط اشنو غادي نقول ليها. مي والله يعني كتكون شويه صعيبه على النفسيه تاع الشخص، كتكون انه ما كيبقاش عنده الخاطر، ما كيبقاش عنده ديك الرغبه، ما كيبقاش اكتيف، ما كيبقاش نشيط، ما كيبقاش باغي ندير، باغي مي كتولي باغي غير البلاصه اللي انه كيف غادي نقولوا يتصنت فيها العظام، او انه يتكى فيها بوحدو وياخذ الراحه ديالو، ما يكونش عنده تبرزيط، ما يكونش انه بحال هكا خاصو يدير هاد الحاجه، ولا ما كتبقاش هكا، كتولي صافي باغا غير تصنتي لعظامك وتتبركي مع مخك صافي فقط. يعني ما كتبقاش مثلا باغيه الناس يجيو عندك، كتولي بحال كتحسي ماشي انك انتي ماشي هكا، لا بالعكس، انا من النوع اللي نشيطه، كنبغي الجماعه، كنبغي هكا نضحك، كنبغي الناس، كنبغي هكا نكون في داك الجو اللي كيكون هكا ديال الضحك، ديال تعاويد، ديال انني هكا نجمعو مثلا نضحكو بهادشي. مي دابا ولات كتجيني هاد الحاله ديال انني نكون بوحدي، ما يكونش داك الضجيج، ما يكونش داك داخل خارج، يعني بحال هكا الناس بزاف، بحال هكا نجمع، بالعكس وليت باغيه بوحدي والله من الخاطر، يعني ماشي انا كون كنت هكا والله ما يعني غتقولي الشخص هو هكا، مي انا ماشي هكا، انا بالعكس انا كيعجبني البلاصه اللي فيها دايرين بك الناس، باغا تهضري، باغا تجمعي، تعاودي عودوليك، بحال هكا انا هكا. مي دابا والو بالمره، لدرجه حتى الخروج ما بقيتش كنقد نخرج، ما بقيتش باغا نخرج، ما والو. بعد مرات تنبرك مع راسي كنقول لا علاش، هو بعد مرات عاتي راه كتجيت واحد الوقت اللي كيكون طويل ما كنخرجش فيه بالمره، يعني بخصوص ملي ما بقيتش خدامه، يعني ولا عندي داك الخروج قليل على رؤوس الاصابع انني لا كان عندي ما يتقدى، اما بحال هكا غير نخرج ماشي بزاف، ولا كاع لا تقدر تقولي انها لدرجه تكون ماشي، ما كاينش داك اللي الضروره، وليت كنخرج بحال هكا للضروره. وبعد المرات كنقول اجي نخرج اليوم ان شاء الله، ولا كن بحال هكا مع راسي اليوم تنقول غدا ان شاء الله غادي في العشيه هكا يا نخرج، ملي كتوصل الغد هسي بحال شي وحده صافي كيتحطوا عليها عظامها، كتولي باغا غير فين تسرح، باغا غير فين تبرك مع مخها، صافي عادتي ما كيبقاش عندي هذيك الشيء اللي قلت انني غنخرج وهذا. بالمره يعني هكايا حسيت براسي درني الحال، درني خاطري كنقول علاش هكا، كتكوني باغي دير واحد الحاجه صافي حتى كتحبس ما كتبقاش. لهذا بغيت نتشاور معكم، ما كانوا الاخوات اللي واقع عليهم هكا يقولوا لي، يقولوا لي حنايا راه عندنا كيجينا هذا المشكل مره او كيجينا هذه الحاله، ما غاديش نسميها مشكل، ما نسميها حاله من الحالات، انه كتجي كحاله نفسيه، مي ما كنبغيش نقول اكتئاب لان ماشي حتى لهذيك الدرجه، انا بالعكس راه ملي كيجي الشخص راه كنهضر غير، هي ماشي انني انا اليز هكا ولا مرتاحه انني نهضر، لا بالعكس كنبغي دغيا نسالي الموضوع او دغيا صافي نكمل، يعني هكا صافي وباش نكون بوحدي، وليت باغيه بوحدي، يعني حاله جاتني ما ماشي طبيعيه، ماشي هادشي هو اللي انا، ماشي هادشي هو اللي خاصو يكون. حنت ملي كتكوني مثلا كتكوني انتيا هكا كتقولي راه انا اصلا هكا ما عندي ما غيتبدل فيا، يعني
انا من النوع اللي ما تنبغيش مثلا الناس، من النوع اللي انني كنبغي نكون بوحدي، من النوع اللي ما كيضحكش. بالعكس، انا عزيز عليا الضحك، عزيز عليا العائله تكون عندنا، عزيز عليا الناس يكونوا عندنا، عزيز عليا هكا نخلقوا مواضيع، نخلقوا نهضران، اخذ ورد، يعني هكا نستافدوا من بعضياتنا بزاف الحوايج. يعني راه هادشي هي الحياه، يعني راه ما يمكنش غتبقاي مغلوقه على نفسك او انك صافي تبقايتي دائما داك مخك داك الشيء اللي فيه لاصق فيه. بالعكس، خاصو يكون اكتيف، خاصو يتحرك، خاصك تسمعي حالات، سمعي مواضيع، بزاف الحوايج، معلومه جديده، بزاف الحوايج. انا هادشي هو اللي عزيز عليا وتنبغيه مي الغالب الله، يعني لدرجه وليت انا كتحسي بداك الشخص اللي كيكون هازل، او انه كيكون كيفاش غادي نشرحها لكم، يعني بالدرجه ديالنا تيكون عظامك طايحين عليك، صافي كتكوني باغيه على الارض، صافي الارض هي اللي كتقبل عليك، ماشي حاجه اخرى ما بقاتش كتقبل. سمحوا لي، يعني وليت هكا، وليت بحال هكا. جاني الحال صعيب، يعني كل مره كل نهار كنقول صافي اليوم ان شاء الله ما غاديش هكا نوض نتوقد ندير، كيجيك الصيب راسك نهار على نهار. ما بغيتش ان هذه الحاله تطول فيا، لانه صراحه راك كضر في الخاطر، كضر في الخاطر، زائد انني تبرى يعني ولا عندي صعيب الخروج، ولا عندي صعيب انني نخرج برا. وليت كنقول هذاك الوقت اللي غادي نخرج مثلا، او انني ندور شويه، او انني هكا غنبقى مسرحه، نبقى نتسنط لعظامي، شو الافكار اللي ولاو تيجيوني. لهذا اي اخت كانت عندها بحال هاد كتعاني من هكا او جات هاد الحاله، تقول لي تعطيني هكا يا معلومات، كيفاش، اشنو دارت، اشنو هكا. علاش انا طرحت معكم هاد المشكل او هاد الحاله، يعني باش نستافدوا من بعضياتنا. وتالي بحال هكا يا كان عندها هاد الحاله، يعني تقول هيا راه كاين شخص اخر ماشي غير انا، مي مثلا بغيت شي واحد يكون بحال هكا، واللي داز من هاد الحاله نستافدوا منه ويعطينا اشنو دار، كيفاش كان، كيفاش ولا هكا. كان نستافدوا من بعضياتنا هكا. علاش كنطرحوا بحال هاد المواضيع؟ باش تعم الفائده للجميع، وبهكا نكون عندنا واحد ما نبقاوش هذاك الشيء مكتوم. او ان ممكن انني مثلا انا بقى هاد الحاله اللي انا فيها تبقى صافي تفوتني، والامر صافي ها هو دايزمي. انا بغيت نشاركو معاكم، بغيت هكايا نطرحو هكايا، لان باش الانسان يستافد، وباش انا يعني يمكن نقدر هاد الهضره اللي كنهضر انها كيفاش غادي نقول، انها بحال شي طبيب نفساني او هكا، كتمشي عنده كتعاود لي الحاله ديالك صافي، وكت ما كتبقاش هكايا فك هاد البلوكاج، او انك فك هاد الحاله اللي هي فك الداخل. هادشي علاش شاركت معكم هاد الموضوع. نتمنى ان شاء الله انكم تعطيوني الراي ديالكم، وتقولوا لي كيف ما قلت لكم، يعني اللي داز من هاد الحاله ولا اللي ما دازش منها، ها هي ركينه غير انا ما عرفتش، واش ما عرفتش كيفاش الناس كيخرجوا منها، ما عرفتش. مي انا راني كنورك على راسي انني ما نبقاش هكا، ما نبقاش انني في هاد الحاله. هادشي ولكن حتى لهنايا غادي نقول لكم مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.